السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا جيت البارنة، مني جيت وانا واقفه حتى ميرا لا يرتالها. عرفتي امي مريضه وما كاينش اللي يشقى. مني جيت وانا واقفه دير هادي دير هادي دير هادي دير هادي. دابا راه الله صوت واحد شي وكيجيو الناس، ما بقيت ما نحط ليهم اصلا. اصلا حيت انا جيت من داري ما دايرش في بالي بعدا غنوصل للقنيطره. مني جيت ما جبت معايا والو. مني جيت وانا يا غير ديك واحد شويه الحلوى شايطه عند امي من العيد، ديك باني تبيع مع الناس وكيجيو الناس. دابا ما بقيت ما نحط ليهم. درت واحد شويه كلاطه الحلوى، انا غنشارككم معايا فيها. وغندير دابا واحد شويه ديال المسمن، واحد المسمن غرباوي انتما غتشوفوه معايا. او ما نعاودش ليكم، انا ما قداش نوقف، ما قداش على تماره، ولكن ما عندي ما ندير. راني كان بغيت نشارككم معايا الروينه ديال عندنا في السطح. انتوما غنشارككم بعدا معايا هاد البيت الكوزينه اللي عندنا في السطح كنشقاو فيه. تشوفوا بعدا كيدير واحد السطح زويون ومقاد ومنظم. البنات هادو هما المقادير. عندي نص صراب، عندي زبده اللذه، عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس سكر، كاس ديال الزيت. هنايا عندي ثلاثه البيضات، هنايا تقريبا شي نص ربع ديال الكاوكاو مطحون مقلي ومطحون مزيان. درت معاه جوج معالق ديال السكر طحنتهم، شتي كتيجي مليض. هنايا جوج خمارات وواحدة فاني، والطحين حسب الخليط. البنات دابا غندوزو الطريقة ديال التحضير. شوف هنا درت الزبدة والزيت والسكر، غنماصيهم مزيان، وهنا ست البيض. وغنبقى خدامة مع التدليك. وهنايا غنزيد هادي تاع فاني، وراني خدامة عا بوحديتي ما نعاودش ليكم. وهنايا غنزيد واحد قريصة ديال الملح باش يكون داكشي لذيذ، حيت الملح هي اللي كتهرس ديك البسولية ديال السكر. وهنا البنات هداك الكوكر درت النص ديالو، النص ديالو نتوما غتشوفونيش غن البنات. دابا المسمن شوفوا انا ما درتوش هكا باش نديرو الكاريات، انا درتهم هكا حرابل. هاي الزبده والزيت باش ندلكم، هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش كندير. دابا على بركه الله غنبداو. كنهز هكا الحريبلات كندير لهم بحال هكا، كتكون العجينه طاعت وتقادت، وكنبقى ندير لهم بحال هكا، كنبقى بحال هكا. كنبقى خدامة عليهم نمصيهم حتى كيبان سطح العمل. شتي بحال هكا، بطبيعة الحال بالزبدة والزيت كندير. أنا نبقى معاكم حتى نكمل هاد الوحدة هاد الأولى. كيجيو فنين، كيجيو فحال الرزيزة. وهذا هو الملوى ديال الغرباوة. حنا في كازا كنقولو المسمن، ولكن هنا في قنيطرة راه كيقولو الملوى، يعني كيكون كيتلوى على الايد ديال الانسان. دابا غنشدو بحال هكا، غنشدو بحال هكا، وغنتقلبو على يدنا بحال هكا. بطبيعة الحال غنديرو شوية الزبدة باش مني كيكون يطيب كيتحل، كيجي رائع. شتي كيتجمع هكا، وهاد الرويسي كيبقى كنديرو ليه بحال هكا، كنشدو بحال هكا. شتي كيجي بحال هكا، كتجي ملويه بحال هكا. شتي شتي كتجي، كتجي محلوله اصلا. خصك ملي تكوني تلوي على يدك تخليه بوكلي. البنات دابا شوفوا من بعد ما كملت هذوك الحريبلات كاملين دلويتهم، شتي كيجيو ساهلين دابا
حيت كنخلصوهمش بزاف كنخليهم هاك شتي شتي كيفاش كنقرصهم من بعد كنديرهم في القلاط هادي. ودابا البنات هانتوما كتشوفو فيا كنطيب فيهم طيهان مع صغاورين ومقلة عند مولاي كبيرة كنطيبهم كنطيب ثلاثة خضرة وحدة شتو كيجيو فنين. ودابا غنتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله البنات. هذه هي الحلوه كي جات شي الشكل النهائي ديالها غزال كتجي رطبه زوينه وحشيشة معلكة شتي هادي كنت قطعتها وريتها لمي كتجي رطباش دغيا كتهرس كتفتت في الفمه يعني ديالها في فمي انا بعدا. وهدا وهدا المسمن منعاود شيكم كيجا ما نعاودش ليكم على مسمن كي داير ومقرمش شتي ورطب. كنتمنى ان شاء الله على اللي حيدتك ناكلها. كنتمنى ان شاء الله شهية طيبة لينا وليكم شتي كتجي بكمية وافرة ان شاء الله يعجبكم.